السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقة جديدة من كرشنا يهمنا. اولا احنا النهاردة نعمل مع بعض تورت جيلي، ثانيا ابو الدايت اللي اخترعه. فبما اننا هنعمل تورت جيلي فهنشتري جيلي، يعني شوف طبعا انا بقول معلومات ايه مهمة. انا جبت جيلي مانجا، نقرا بتعمل ازاي. افرغ محتويات الباكو في اناء به كوب ربع لتر من الماء المغلي، يضاف كوب اخر من الماء البارد ويقلب. طالما كوب اخر يبقى الاولاني الربع لتر ده كوب برضه بتاعنا. نعمل الميه غليت اهي، نحط ونقلبنا قلبنا 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 قلب ونقلبنا قلبنا 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 قلب. هنضيف كوب اخر من الماء البارد ونقلبنا قلبنا 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 قلب. هنجيب هذا الاناء وهنحطه في التلاجة. هنعمل كريم شانتيه، يعني نجيب كريم شانتيه من 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 العطار. العطار نحط الكريم شانتيه هنا، ولا دول كتير بقى ولا ايه؟ نرجع شوية. انا سألت الراجل عندك كريم شانتيه يا عمو؟ قال لي عندي. قلت له بيتعمل ازاي يا عمو؟ قال لي حطش عليه لبن. بس نسيت اسأله احط قد ايه. فانا هحط كده ونشوف. انا اول مرة اجرب دي. اهو بيتقل اهو. لا نحط الباقي بقى. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، وده بقى الحماس لما بياخدنا. حط الباقي بقى. انا هعمل حركة دلوقتي، انا حطيت هنا شوية مية. ولا كأنكم شفتوا حاجة. وبعدين قلت ليه استخدم عقلي؟ فتراجعت. هندخله التلاجة. نداري بقى آثار الجريمة ولا كأننا عملنا حاجة. باين إني عملت حاجة ولا حاجة. وهنشتري كيكة اسفنجية بالفانيليا عادية خالص. هتقول لي طب ليه يا آلاء ما نعملش احنا كيكة الاسفنجية في البيت؟ هقول لك عشان احنا ما نعرضش نفسنا لحالة انها يا تنجح يا تفشل. لا ما نحطش نفسنا في الموقف ده. فبنجيب واحدة جاهزة. تتعمل ازاي يا بتش يا آلاء؟ ماشي. بيقول لك نحط هذا الخليط في وعاء عميق، ونحط عليه نص كوب ماء وست بيضات. هنحطها في صينية وندخلها الفرن. اظن يعني ما مش محتاجة، يعني احنا عاملين جيلي مانجا فهنجيب مانجا. نجرب نعمل زي التيك توك مقطعين كده. يا حلاوة يا ولاد. شفت فيديو برضك على تيك توك يعملوا كده؟ ده نفعت، ده طلع بجد يا عيال. وطبعا اهم حاجة في الكيكة الاسفنجية ان انت تبقى مركز معاها جدا وهي في الفرن، كل شوية تشقر عليها عشان تبقى هشة معاكي كده وجميلة لونها ابيض وجميل زي كده بالظبط. طبعا دي مش كيكة شوكولاتة، دي كيكة اسفنجية بالفانيليا زي ما انتوا شايفين كده، لونها ابيض كده وفانيليا وايه هشة. واللي يقول غير كده يعني انا اسفة، يعني يبقى عنده عمى الوان وقليل الادب ويطلع بره الفيديو. نجيب معانا سكينة مشرشرة وهننظف الحاجات البيضة الجميلة المقرمشة. الكيكة بقى من فوق بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، فهنعمل ايه؟ هنسويها بس وننفض التورتة معانا كده. لازم نشيل طبقة، مش هينفع. ايوه، ودي كده معانا الكيكة جميلة زي ما انتوا شايفينها. نحط تورتتنا هنا كده. كل ده يا بنات بيترمي. هنعمل حاجة جميلة بإذن الله، أنا متحمسة جدا. وهنجيب سكينة ونشقها بالنص. والنبي حلوة من جوه. هنعمل دلوقتي كيس جيلي كمان. هنشيل بقى النص اللي فوق هنا في نفس الصينيه اللي عملنا فيها التورته عشان تبقى نفس المقاس. عملنا جيلي مانجا تاني وحطينا فيه
قطع مانجا المكعبات اللي احنا عملناها. بعدين هناخد اللحافه بتاعتنا الجميله ونحط كريم شانتي فوق الجيلي عشان الجيلي بردك شفاف فما يبانش كيك، احنا عايزين نخفي الكيك اهو تمام. بعدين هنحط طبقه الكيكه، فهنجيب الجيلي اللي احنا عملناه اللي هو سايل لسه اهو كده، وهنقوم ساقيين الكيك، نقوم دلقين بردك ايه شويه لبن، هنحط قطع المانجا هنا كده اهو، وبعدين هنقوم نازلين تاني بكريم شانتيه. هنجيب جيلي اللي احنا كنا عاملينه في الاول ونحط كده. طبعا كان بودي انها تطلع قطعه واحده احطها فوقيها، بس قدر الله وما شاء فعل، مش عارفه باين ولا ايه. الدوريه ما بتخلصش ليه؟ هنقوم حاطين اخر طبقه هنسقيها بردك، نحط شويه لبن، انا ما اعرفش ليه بحط اللبن، بس هندخلها التلاجه تمسك نفسها، وبعد ما قعدت شويه هنقلبها. زي ما اتفقنا ان ايه، ان قدر الله وما شاء فعل. تقولوا لي يا لولو ما الدنيا باظت، هقول لك لا لسه في امل، لو بطلنا نحلم نموت. إيه طبعا مش ده المنظر اللي انا كنت مستنياه نهائي نهائي. اثبتوا اثبتوا بقى. الله 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 الله، انا كنت سايبه دول عشان ايه نقفلها من الجنب بالكريم شانتيه، بس واضح ان هو مش هينفع. هنجيب كيس الحلواني عشان نزين بقى. طيب هو الكريم شانتيه اصلا سايح؟ هنبقى نعمل ايه الجناب كده ولا كاننا عملنا حاجه. لازم افتح محل حلويات، من زمان بقول لفادي على الموضوع ده هو، بس ان شاء الله هو يقتنع بعد الفيديو. نفتح واحده كده. اثبتش بقى اثبتش بقى، زي ما انتم شايفين كده الشياكه والجمال، بس عايزين بقى نقطع سلايس عشان نشوفها من جوه. وده شكلها من جوه، اتمنى يعني تكون عجبتكم وتكون إيه يعني حاجه مشرفه لاي عزومه عندكم، عشان يبقى ايه المنظر برضو ايه والله ما فارقه. وعملت دول ببواقي الحاجه تحت الجيلي وعلى الكريم شانتيه وفوق قطع المانجا، وزي ما انتم شايفين الكاسات دي في الاخر طلعت شكلها احلى من التورته. وده يكون المنظر معانا. طبعا مش ده المنظر اللي انا كنت منتظراه خالص، ولكن المنظر بقى اللي انا كنت منتظراه. باذن الله هعمل لكم فيديو تاني باذن الله.